الإخوان المشاهدين متتبعي قناة مناظير بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان شوفوا معنا هذا الخير، الخير تبارك الله. تولوج تقطع الطريق الوطنية بين مراكش ووردزات على معبر تيزين تيشكا. هذا الممر اللي كيعرف تساقطات ثلجية كثيفة جدا ومهمة في نفس الوقت. كما كنشوفوا معنا الإخوان، هذو هما الآلات يعني التراكسات ديال إزاحة التلوج على الطريق. راه مساكن خدامين 24 ساعة على 24 ساعة باش يفكوا هاد الطريق هذه في وجه حركة سير. ونتمنوا الإخوان من السائقين باش ياخذوا الاحتياطات ديالهم، باش ما يوقعوش شي مشكل. اللي ما عندوش الضروريات ما يسافرش بالليل، الإخوان ويجيبوا وليداته ويتكرفس وما يكونش عنده يعني ما يكونش داير البلان في المازوت ولا ليسانس، ويكون عنده الشوفاج خدام لا قدر الله تحبس في الطريق بعدا يخدم السخونيه شويه. راه الاخوان الطريق صعيبه والطريق راه محبوسه، راه كيفكوها ولكن بنهار وتقدر حتى يعاود تسد بالليل. كما كتشوفوا معنا الاخوان، ها هي راه سمك التولوج يعني راه واصل حتى 60 سنتيم او 50 سنتيم. راه هما كما كتشوفوا هما الالات الاخوان، ها هما خدامين هنايا باش كيحيدوا الثلج على الطريق. تحيه لهم ساكن هما، راه هما في هذه البرد هذه هما خدامين. راه ما كتشوفوا التلوج في هذه القهوه الاخوان، مقهى ارغانا. شوفوا الساكنه اللي ساكنين في هذه الجبال هذو في القراب للتيشكا، شوفوا الديور عندهم ساكن كلهم مغطين بالثلج. راه تيولي يقلبوا غير على العواد باش يسخنوا، ما بقاوش يقلبوا على الماكله. والله يكون في العون ديالهم. والاخوان ردوا البال ديالكم مزيان في الطريق، الطريق خطيره الاخوان. كما كتشوفوا الاخوان راه الطريق هي ما كتبانش هنايا، الطريق ما كتبانش. وخا تحبس في شي فيلاج تقدر تحبس انت تكون دار الاخر ويكون الفيلاج بعيد عليك وما تقدرش توصل ليه. هانتوما الاخوان شوفوا هنا الثلج هو كيطيح وهما خدامين مساكن تيكرطوا في هاد الثلج هذا باش يفكوا شويه الطريق. ونتمنوا السلامه للجميع، والانسان ياخذ الاحتياطات ديالو ما يزربش. الا شاف راسو يعني كاين لي انزلاق يحبس الاخوان، والانسان ما يسافرش حتى تدعي الضروره. الا دعته الضروره يسافر، ولكن ياخذ الاحتياطات ديالو وحاولوا تجنبوا السفر بالليل. وتحيه لجميع السائقين واللي كيقبطوا الطريق وصحاب الشاحنات الوزن الثقيل والحافلات وتصحاب الطاكسيات. ردوا البال الاخوان، ما تغامروش بحياتكم وحياه الاخرين اللي معكم. وتحيه لكم جميعا، وخليكم مع الفيديو حتى النهايه. شوفوا الاخوان، شوفوا الناس، شوفوا الطريق راه ما بيناش الاخوان. هما يعني تيكرط واحد الجهه وكتعاود طيح الثلج من وراه ثاني، خاصو يعاود يرجع. وهما كيمشيو الاخوان على شكل قوافل، يعني هما تيكونوا غاديين وتيكونوا الحديد تابعهم الاخوان. وتحيه لهم جميعا، هما اللي تاهما راه مكافحين هاد الناس ديال وزاره التجهيز والنقل اللي ساهرين على هاد الطريق هادي، وكذلك رجال الدرك اللي راهم قايمين بالواجب ديالهم باش ما يخلوش الناس يمروا في هاد الخطوره ديال هاد الطريق هادي. وطريق السلامه لجميع مستعملي الطريق. وخليكم مع الفيديو حتى النهايه الاخوان، وما تنساوش تابونوا معنا في القناه وديروا الضغط على الجرس، وما تنساوش لايك وما تنساوش بارطاج. وتحيه لكم جميعا، وطريق السلامه الاخوان. انتم الاخوان شوفوا الخطوره، ديال هاد الشاحنه اللي هو حصل هنايا وبعيد على الفيلاج، بعيد لا قدر الله. دابا هنا راه هذا راه يموت هي بالبرد، الله يموت هي بالجوع هنايا الاخوان. شوف راه حصل تما هذاك الكاميو.